انتظار اللائحة النهائية لمرشحي رئاسيات يونيو 2019 بعد انتهاء الآجال القانونية للطعون على اللائحة المؤقتة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن أكثر من 2000 لاجئ مالي عادوا من موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة بشكل طوعي. القضاة الجزائريون يرفضون تهما تتعلق بتلقي وتنفيذ أوامر عسكرية. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية في نواكشوط. السلام عليكم. انتهت مساء السبت آجال الطعون في اللائحة المؤقتة للمترشحين الرئاسيين، وذلك حسب إعلان من المجلس الدستوري أصدره قبل أيام. ومن المنتظر أن يعلن المجلس اللائحة النهائية للمترشحين. بلغ مجموع من سجلوا على اللائحة الانتخابية منذ انطلاقة الإحصاء 128,000 ناخب، 47,000 منهم سجلت لأول مرة على اللائحة الانتخابية. محطة جديدة في الطريق إلى رئاسيات يونيو 2019 بموريتانيا تصلها ملفات المترشحين، فقد انتهت مساء السبت آجال الطعون في اللائحة المؤقتة، وذلك حسب إعلان من المجلس الدستوري أصدره قبل أيام. ومن المنتظر أن يعلن المجلس اللائحة النهائية للمترشحين بعد يومين. وكان المجلس الدستوري قد أعلن عن لائحة مؤقتة لمترشح رئاسية يونيو ضم 6 مترشحين، هم محمد الشيخ محمد أحمد الغسواني، سيد محمد البوبكر بوسالف، برام ولداه العبيد، محمد سيدي المولود، محمد الأمين المرتجى الوافي، وكان حميد بابا. في انتظار إعلان اللائحة النهائية التي سيختار من خلالها الناخبون الموريتانيون رئيسا جديدا للبلاد. وفيما يتعلق بالناخبين الموريتانيين، فقد وصل مجموع من سجلوا على اللائحة الانتخابية منذ انطلاقة الإحصاء 128,000 ناخب، 47,000 منهم سجلوا لأول مرة على اللائحة الانتخابية، أما البقية فقد اختارت أماكن تصويت جديدة حسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأعلنت اللجنة عن إطلاق الإحصاء الانتخابي التكميلي في 24 إبريل المنصرم، وينتهي يوم الثلاثاء 14 مايو، فيما تنطلق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في 7 يونيو القادم، على أن يجرى الشوط الأول من الانتخابات في 22 من نفس الشهر. إلى ذلك أعلن محفوظ البتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي السابق عن دعمه للمترشح محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني المدعوم من الأغلبية الحاكمة. والبتاح قال إن قرار دعمه للغزواني يأتي بعد فشل المعارضة في التوافق حول مرشح موحد للرئاسيات المقبلة. والبتاح الذي كان يطمح في ترشيحه من طرف المعارضة أضاف أن دعمه للغزواني يأتي مراعاة لأهمية الأمن والاستقرار وما يمتلكه المترشح من رؤية سياسية واضحة طبقا لتجربته الميدانية. قررنا على الانتخابات إلى أرضاء عنها الأحزاب السياسية اللي مشاركين فيها، واللي تجري مراقبة دولية، واللي الهيئة المشرفة عليها يبدو أنها خلق حولها اتفاق بين القوى المترشحين كاملين عن هذه خطوة جيدة في إرسال اللي قالوا التعددية الديمقراطية. هذه المعايير الثلاثة هي اللي حسمنا على أساسها خيارنا. ظهرنا عن المرشح محمد والشيخ محمد أحمد والشيخ الغزواني هو اللي يستجيب لهذه المعايير أكثر من غيره، هذه المعايير أكثر من غيره. وفي ذات السياق اكتملت لائحة الترشيحات لرئاسيات يونيو القادم، فبدأت ملامح الاستحقاقات تتضح تباعا نتيجة تموقعات الأطراف من خلال المترشحين، إلا أن إشكالية تعديل أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تزال قائمة، قد يغير خارطة المشهد وفق المتابعين.
واكتملت لائحة الترشحات للسباق الرئاسي في موريتانيا بعد مصادقة المجلس الدستوري على قبول 6 مترشحين سيخوضون الانتخابات لا وجود للمرأة في قائمتها. ترشحات عكست مستوى الخارطة السياسية بالبلاد، مرشح مستقل تقف من خلفه الأغلبية الحاكمة، وأعلنت جهات معارضة قوية دعمها له بعد إعلان ترشحه، وخمسة ترشحات تقف ورائها قوى معارضة وإن كان معظمها مستقلا كالمرشح برام للدار العبيدي. الساحة السياسية التي كانت تمر بالتصريحات والمساعي نحو موافقة متحدة اتضحت معالمها وتموقعت غالبيتها على أساس الخلافات والتقارب والزاورة بعضها يمينا وشمالا وفق الأجندات المرحلية كما يرى البعض، لكن عدة سيناريوهات من المتوقع حدوثها على الواقع نظرا لتشابك المواقف بين المتنافسين من جهة والفاعلين السياسيين من جهة أخرى، خصوصا القوى السياسية والحزبية التي ما تزال تبحث عن موطئ قدم في الساحة بعدما تبينت للفاعلين أرضية السباق الذي يأتي في إطار التناوب السلمي على السلطة. فيما تبقى قضية الجدل الدائر حول المستقلة الانتخابات جزءا آخر من دور الصراع الحاصل بين الفرقاء، وربما مجراه قد يغير أجزاء من موازين اللعبة ولو على مستوى أطراف المشهد، خصوصا في ظل تغير خارطة التوقعات. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيم شوطها الأول في 22 من يونيو المقبل في موريتانيا. الاتحاد على لسان رئيس بعثته جاكومو ديوزاو السفير الأوروبي المعتمد في موريتانيا أشاد بالجو السياسي وما يطبعه من احترام للدستور وترسيخ لمفهوم الديمقراطية، وكانت المعارضة قد تضمنت رسالة سبق أن وجهتها للحكومة في إطار ما تسميه بضمانات شفافية الانتخابات، ضمنتها مطلبا يتعلق بمراقبة الانتخابات من طرف الأوروبيين. تمكن أفراد من الجيش الموريتاني وعدد من المنقبين من انتشال جثمان ثالث ضحايا انهيار بئر التنقيب الذي أودى بحياة 3 منقبين في منطقة غليبندور بولاية تريزامور شمالي البلاد. واستمرت عملية البحث عن جثة الضحية تحت أنقاض الانهيار أزيد من 3 أيام، حيث تسبب في انهيار آخر تعرضت له البئر خلال محاولة انتشال الجثث، ما عقد عملية البحث إضافة لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على جهود المنقبين. وكان بئران للتنقيب قد انهارا يوم الخميس الماضي على 6 منقبين، ونجحت عمليات الإنقاذ في إخراج 3 منهم على قيد الحياة، فيما توفي 3 آخرون بعد أن فشلت محاولات إنقاذهم نظرا لحجم الانهيار. تتعزز الاحتمالات بتواصل المسار التصاعدي لأسعار الحديد عالميا مع انخفاض إمدادات المصدران الرئيسيان لخامات الحديد البرازيل وأستراليا بحوالي 35 مليون طن في ظل بلوغ المخزون الصيني على مستوى الموانئ 133 مليون و600 ألف طن، ما قد يجعل الأسعار تواصل مسارها التصاعدي لكسر حاجز 100 دولار للطن بالنسبة للخام القياسي أكثر من 62%. المزيد من الأخبار الاقتصادية في الفقرة الاقتصادية مع الزميلة عائشة لالا. أهلا بكم في جديد الاقتصاد. جددت شركة كوزموس التأكيد على أنها بصدد بيع 10% من حصتها من مشروع الغاز الموريتاني السنغالي، قائلة أنها تحقق تقدما في ذلك، وتتحكم شركة كوزموس ب 28% من 5 مقاطع بالإضافة إلى ممتلكات كبيرة لمشروع تسهيل الغاز من حقل السلحفاة تحمين. من جهة أخرى أعلنت الشركة عن نتائج قوية في نهاية الربع الأول من 2019 مع الانتهاء من استثمار سندات بقيمة 600
150 مليون دولار، بحيث لن تواجه أي استحقاق للديون قبل عام 2022. قدمت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنين مقترحا لمناجم العمال في إطار مفاوضاتهما التي تعثرت رغم الجهود الجارية لإعادة بعضها من جديد. وتقول الشركة إن مقترحها هو أقصى ما يمكن أن تقدمه للعمال في الظرفية الحالية، بينما يطالب مناجم العمال بسقف أكبر يمكن أن يلبي ما يعتبرونه جزءا من طموحات العمال. نتابع عبر الهاتف توضيحات حول الموضوع من طرف الصحفي السيد أحمد والبوبكر سيري مدير موقع زويرات ميديا من مدينة زويرات. على مستوى ما جرى في المفاوضات التي دارت بين الطرفين، فقد توقفت بعد تقديم الشركة آخر مقترح لها من أربع نقاط، وهي منح كل عامل مبلغ 20,000 فوقية قديمة، وتخصيص غلاف مالي اجتماعي للعمال من 600 مليون أوقية قديمة كذلك، وتوزيعها على بعض النواحي الاجتماعية المتعلقة بالعامل كالأثاث المنزلي والثقافة والرياضة، وتوزيع ما تبقى منه على العمال بشكل متساو، وهو ما قدره الطرفان بحوالي 35,000 أوقية كحصة لكل عامل. النقطة الثالثة من المقترح هي زيادة علاوة الإنتاج لشهر مايو بنسبة 20% إذا ما وصل سقف الإنتاج خلال نفس الشهر إلى 950,000 طن. هذا إضافة إلى حل مشكلة شريحة إسكات العمالية، وهي شريحة تم دمجها في الشركة بأمر من السلطات العليا في البلد، لكنها وجدت نفسها في موقع لا يمكن أن ترتقي فيه داخل السلم الوظيفي للشركة، وبالتالي فإن سقف رواتبها ظل جامدا منذ دمجها، وهذا المطلب ظل في مقدمة مطالب الشغيلة. لكن هذا المقترح اعتبره المناديب غير ملب لطموحات العمال وطالبوا بزيادته، وهو طبعا ما رفضته الشركة بحجة أنه هو أقصى ما يمكن أن تقدمه في الوقت الراهن. نقل التلفزيون الرسمي السوداني عن اللواء إبراهيم جابر قوله: تم تأمين الوقود لكل السودان وتم نقل الوقود مباشرة إلى المحطات وبدأت محطات التوليد الحراري تعمل، مضيفا أن السودان البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة لديه إمدادات من الدقيق تكفي حاجة البلاد حتى نهاية يونيو، وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة الخرطوم من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء لساعات، وتزايد الانقطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة في الخرطوم إلى 47 درجة مئوية. وقال جابر إن المجلس العسكري يدرس إصدار بطاقات خاصة للمواطنين لشراء الوقود كوسيلة لمواجهة نقص السيول الذي تعاني منه البلاد منذ شهور. انهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة تداول مرتفعة 23 سنتا أي 0.4% لتبلغ عند التسوية 70.62 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.3%. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق عند 61.66 دولار للبرميل، ولتنهي الأسبوع على هبوط قدره 0.5%. نهاية الاقتصاد، عودة إلى النشر. أهلا بكم من جديد. نظم ملتقى أهل ملايزين ندوة فكرية بمناسبة ذكرى استشهاد المجاهد سيدي والملايزين ورفاقه الموافق للثاني عشر من مايو، وشارك في الندوة العديد من الشخصيات الثقافية والعلمية بموريتانيا. تحديد وحصر طموحات هذا المشروع قد يكون غير واقعي بمنطق أن الفكرة ليست محددة ومفتوحة وتتناسب مع طموحات منتسبيها وداعميها من أهل ملايزين خلاصة تطور اجتماعي، وبالتالي فإن تطورها في نهاية المطاف سيعتمد ويعتمد على مدى تطور الوعي الجمعوي لأهل ملايزين. استفادت أزيد من 300 أسرة في عدد من الأحياء بأطراف العاصمة نوكشوط من توزيعات اجتماعية منظمة من نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي، شملت توزيع سلات غذائية رمضانية على الأسر الضعيفة. الحمد لله كي تراعوا فيه استكملنا اللمسات النهائية لبداية الأنشطة الرمضانية لمنظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي،
وهذه الأنشطة الرمضانية تتمحور حول تقسيم 300 سلة رمضانية مكونة السلة الواحدة من 4 كيلو جرام من التمر وسل وخنشه من السكر و5 لترات من الزيت، بالإضافة إلى 300 قطاع مع معدل قطاع لكل سلة. وإن شاء الله وربنا العملية هذه اكتملت ولا تنطلق في أحياء العاصمة نواكشوط. هددت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بإمكانية مقاطعة الإشراف على الامتحانات النهائية والدخول في إضراب مفتوح في حال لم تتوصل السلطات لحل ينهي ما وصفوها بالأزمة الخانقة للمعلمين، وفق ما جاء في بيان للنقابة. ونظمت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين وقفة احتجاجية أمام وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني في نواكشوط الشرطة، ويطالب المعلمون منذ أشهر بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية والمتمثلة في رفع الأجور وزيادة العلاوات. ومن بين المطالب التي يرفعها المعلمون توزيع القطع الأرضية عليهم، بالإضافة إلى غربلة المناهج التربوية وتحسين البنى التحتية من فصول وكتب وتوفير الدعمات التربوية. هذه وقفة نظمناها قبلها عدة وقفات متتالية، نحاول أن نظهر من خلالها وأضع المزري للمعلم، نطالب من خلالها الوزارة، وزارة التهذيب الوطني، بالنظر في العريضة المطلبية التي أودعناها عندها منذ ما يزيد على شهر ولم نتلقى أي استجابة أو تجاوب من للوزارة مع هذه المطالب الملحة. تلك المطالب التي تتمثل أساسا في تحسين ظروف المعلم المادية والمعنوية، زيادة الرواتب زيادة معتبرة تسمح له بأن يحيا حياة كريمة يستطيع من خلالها أداء رسالته وواجبه داخل القسم، زيادة العلاوات زيادة معتبرة وجعلها على كشف الراتب وجعلها طيلة السنة 12 شهر بدل 9 أشهر فقط، تقسيم قطع أرضية مستصلحة للمعلمين، حماية المعلم داخل قسمه، لأن المعلم أصبح يتعرض لكل أنواع الاعتداء سواء كانت الاعتداءات الجسدية أو الاعتداءات المعنوية داخل قسمه، وهو يؤدي مهنته ورسالته النبيلة دون أن يجد حماية من الدولة التي يجب أن توفر له تلك الحماية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية مالي إن أكثر من 2000 لاجئ مالي عادوا طواعية ما بين 13 و15 و25 أبريل الماضي إلى قرية جواجوما التابعة لولاية تمبكتو شمال مالي. وقالت البعثة الأممية في تقرير رصد حركة اللاجئين الماليين إن اللاجئين المذكورين الذين بلغ عددهم 2086 لاجئ هم من سكان مناطق جواجوما الذين فروا عام 2012 إلى موريتانيا بعد اندلاع الحرب في شمال مالي، حيث حصلوا على وضعية لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبدأ نزوح اللاجئين الماليين إلى شرقي موريتانيا مع بداية الحرب التي شهدتها مالي عام 2012، وسيطرت الجماعات المسلحة على شمالي البلاد قبل التدخل الفرنسي. قتل 6 أشخاص بينهم كاهن في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. وأفاد مصدر أمني أن قوات الأمن تلقت بلاغا بما حصل قرابة الساعة 10 صباحا، وتم إرسال تعزيزات من براسالوغو التي تبعد 45 كيلومترا جنوب دابلو. ويأتي الهجوم بعد يومين من تحرير القوات الخاصة الفرنسية 4 رهائن في شمال بوركينا فاسو. اعترضت البحرية الملكية المغربية 117 مهاجرا من دول جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا على متن 3 مراكب متداعية، وفق ما نقل عن مصدر عسكري. وتم اقتياد المهاجرين بعد إنقاذهم إلى ميناء قصر الصغير والنظور في شمال المملكة، بحسب ما ذكرت ذات المصدر الذي لم يرد مزيدا من التفاصيل. ومنذ بداية العام وصل أكثر من 7800 مهاجر إلى إسبانيا، ثاني بوابة دخول للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا بعد اليونان، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. استقبل الرئيس الفرنسي ومسؤولون حكوميون في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية قرب باريس 3 من بينه الرهائن 4 الذين حررهم الجيش الفرنسي الجمعة في شمال بوركينا فاسو بعد أن اختطفوا في بنيه
في الأول من مايو، ومن المقرر تنظيم تكريم وطني الثلاثاء في باريس للعسكريين الفرنسيين خلال هذه العملية التي وصفتها وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بأنها كانت بالغة التعقيد، كما أشادت بارلي بالدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في هذه العملية. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتدادات في السودان تلقيها دعوة من الجيش للتفاوض، وقالت إنها مستعدة لاستئناف المحادثات دون تحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة. ويعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد إطاحة عمر البشير قبل شهر في 11 أبريل التخلي عن السلطة لإدارة مدنية. الأزمة السودانية المتواصلة تصل مرحلة جديدة، فقد أصدر الائتلاف الذي تقوده حركة الاحتجاج بالسودان بيانا أكد فيه أن المجلس العسكري اقترح استئناف محادثات نقل الحكومة إلى السلطة المدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود، ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحل محل المجلس العسكري، ويريد كلاهما التمثيل الأكبر في عضويتها. ويصر قادة المجلس على أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدرا لسن القوانين، فيما أكد ممثل المتظاهرين أنهم حددوا نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، واقترحوا الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط سبيلا لحلها في الساعات 72 القادمة. وطالب تجمع المهنيين في السودان بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني حول السلطة التشريعية، كما أكد البيان على ضرورة إنشاء مجلس نيابي يتم فيه تمثيل حول القوى ولا يقل تمثيل النساء فيها عن 40%. ويعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري التخلي عن السلطة لإدارة مدنية. أكد نقابة القضاة الجزائريين السبت في بيان رفضها المطلق لاتهام القضاة بالتحرك وفق الأوامر والإعاز في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال أعمال ومسؤولين في الدولة، وورد في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن النقابة تؤكد رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة إلى مرفق القضاة ورجاله، والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإعاز. وأكدت نقابة القضاة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، وهم يتفقون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع. إلى هنا وصلنا إلى ختام أخبار الساحل، تذكير بالعناوين. انتظار اللائحة النهائية لمرشحي رئاسيات يونيو 2019 بعد انتهاء الآجال القانونية للطعون على اللائحة المؤقتة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن أكثر من 2000 لاجئ مالي عادوا من موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة بشكل طوعي. القضاة الجزائريون يرفضون تهما تتعلق بتلقي وتنفيذ أوامر عسكرية. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء بحول الله.